روما، العرضية بيليغريني، كنترول وكرة، الله الله على من كان يرى في يوم من الأيام ملك روما فرانشيسكو توتي، مثله الأعلى وما زال اليوم هو قائد للذئاب، وهو من يعيدهم في هذه اللقطة في هذه الكرة. شوف الكنترول الجميل، يا سلام، بيليغريني يعيد ذئاب العاصمة إلى اللقاء. كنترول جميل، هدف لا يسجل مناسب، لكنها عادت مرة أخرى. شعراوي، الله الله، لابد أن يرسم، لابد أن يسجل، سواء كان في الأولمبيكو أو بعيدا عن روما. لا يغيب في أي ليلة أوروبية كانت أو محلية كانت. شعراوي يعطي التقدم للجل روسي الثاني، الذئاب يضربون بيد من حديد بهدف ثاني في الدقيقة 38. شومردوف الأوزبكي هو من بدأ الهجمة وهو من صنع الثاني. الله على هذه اللقطة وعلى هذه الكرة وعلى هذه الشخصية وعلى هذا الكبرياء الذي يظهر للذئاب في الدقيقة 38. يسجلون الثاني، الهدف اليسرى، البحث عن العرضية، فرصة الثالث، الثالث الثالث الثالث، يأتي بالطريقة السهلة وبتحرك من الجناح. كلام أبيوري الظهير الأيسر الطائر، يمر للقائد وكرة سهلة يرد فيها بيليغريني ويرد فيها روما على كل الدقائق التي أمضاها الفريق البلغاري ضاغطا متوهجا باحثا عن التعادل، يبحثون عن التعادل في الوقت الذي يقول لهم نيجيل روسي لا مجال للتعادل في هذه الليلة. والهدف الثاني الشخصي للقائد بيليغريني بكرة سهلة خادعت الجهة اليسرى، عرضية طويلة، القائم، لكن المتابعة مانشيني، القائد بيليغريني ترك عرضية الملعب، لكن القائد الثاني مانشيني بمتابعة. الذئاب لا يكتفون بالثلاثية ويضيفون الرابع في ليلة كرنفال، في ليلة انطلاق، في ليلة احتفال، في ليلة يضرب فيها الذئاب بيد من حديد. الفريق البلغاري يعاني في هذه المباراة، هو من بدأ هذا اللقاء واستفز روما، والآن يجد نفسه متأخرا برباعية نظيفة. سمولينج في الأندية الذي يرسل كرة عرضية، محاولة ما زالت قائمة، يا الله، البداية عن طريق كيري. الأيرلندي يحرك شباك روما في الدقيقة 9 من زمن شوط المباراة الأول في هذا اللقاء، من كرة مرتدة تضرب شباك الذئاب بخطأ دفاعي. هذه هي الإعادة وهذه هي الانطلاقة السريعة، هذه العرضية التي لم يتم إبعادها بالشكل الصحيح، كان فيها اتكالية، وبالتالي هذا اللاعب الذي يعتبر العنصر الأخطر الأفضل في صفوف سيسكا صوفيو، لا صوفيا لم يفوت هذه الفرصة، لم يفوت فرصة التقدم في هذا اللقاء. التمريرة، الخامس 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 الخامس، نعم الخامس للذئاب. إبراهام البديل رفض بأن لا يضع البصمة، رفض بأن لا يضع البصمة. ليلة للمتعة، ليلى يرسل من خلال الذئاب رسالة إلى كل الأندية في هذه البطولة بأن تصريح سبيشال ون في محله، في مكانه. يريدون لقب هذه البطولة، ومن يريد لقب أي بطولة لابد أن يكشر عن أنيابه منذ البداية. الله على التمريرة، والله على إبراهام، الخامس للجالروسي، الخامس لروما. إبراهام يضع البصمة الخامسة في هذا اللقاء، يا سلام يا سلام يا سلام على هذا.